عاجل يا برنس. الممثلة المصرية منى فاروق تعلن عبر حسابها على الانستجرام بفيديو نشرته انها حصلت على الاقامة الذهبية في الامارات، ونشرت هذا الفيديو من دبي. تعال نشوف التقرير الاتي ونشوف الفيديو ده. قناة ضيف، ضيف من الابداع والمعرفة. كل الشكر حكومة الامارات وحكومة دبي لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منح الإقامة الذهبية من فئة المبدعين. أعلنت الممثلة منى فاروق حصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، وذلك بنشر فيديو عبر حسابها على إنستغرام ظهرت فيه من دبي. وقالت منى فاروق: أنا مبسوطة جدا ومش عارفة أعبر عن فرحتي بحصولي على الإقامة الذهبية من فئة المبدعين والموهوبين. مش عارف أنا موهوبة على إيه يا منى. المهم ناس كتير جدا بتتمناها، وكل الشكر لمصر بلدي، أنا مصرية وفخورة بدولتي وبلدي. وقدمت منى فاروق عدة أعمال فنية، أولها الخلبوس مع محمد رجب وإيمان العاصي ومحمد سليمان ومنيهان حسين عام 2015، وفي عام 2017 مسلسل ظل الرئيس مع ياسر جلال وهنا شيحة، ومسلسل الأب الروحي مع محمود حميدة ومي سليم ودياب وإيهاب فهمي، ومسلسل رحيم مع ياسر جلال، وبعدها غابت عن الساحة الفنية 4 سنوات. وفي عام 2021 شاركت في مسلسل أيام مع حورية فرغلي وشيري عادل ولقاء سويدان ورياض الخولي وسلوى خطاب وحجاج عبد العظيم وجمال عبد الناصر ومحمد الصاوي ومحمود حجازي وميدو عادل. ومن المقرر أن يعرض الجزء الثاني من المسلسل بعد أجازة عيد الأضحى، والمسلسل يتناول المسلسل قصة عبير التي تعيش في بيت عمها رياض أبو الذهب وفي رعايته بعد أن أصبحت يتيمة، لكن زوجة رياض تحاول جاهدة إبعاد عبير عن بيت عمها طمعا في الاستيلاء على ثروته.